أهل المولدات، وتزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي وشكوى الناس من هذه الحرارة العالية، شو يسوون أهل المولدات؟ ينتهزون هذه الفرصة ويقومون بتزييد تسعيرة الأمبير على المواطن العراقي. وأكو أصلاً بعض أصحاب المولدات شو يسوون؟ يقللون الهرتزية حتى يضطر المواطن أنه يروح يزيد الأمبيرات. مشاهدينا، قامت قيادة عملية بغداد بإلقاء القبض على عدد من أصحاب المولدات الأهلية المخالفين لتسعيرة التسعيرة الرسمية في جانب الرصافة. طبعا هذه التسعيرة اللي أقرها مجلس المحافظة، وبالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة والتخفيف عن كاهل المواطنين، تواصل اللجان المشكلة في قيادة العمليات وبالتعاون مع مجلس محافظة بغداد تنفيذها لواجبات متابعة وتفتيش عمل أصحاب المولدات وفقاً للتسعيرة الرسمية المحددة من قبل مجلس المحافظة. يعني هلا هلا بالمواطن العراقي أصحاب المولدات، يعني مجلس المحافظة انطى تسعيرة للمولد 12,000 10,000 توصلوها للعشرين والخمسة وعشرين، زين المواطن منين يجيب؟ وبالتالي تقومون تقللون بالهرتزية حتى المواطن يضطر أنه يصعد الأمبيرات. فعاشت إيدها لقيادة عمليات بغداد على هذا العمل. وأكو دائماً رقم ساخن للتبليغ عن أصحاب المولدات